رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة يوقع على 5 مراسيم رئاسية تتضمن التصديق على اتفاقيات تعاون مع عدد من البلدان. بمشاركة ممثل رئيس الجمهورية الوزير الأول، اختتام أشغال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي بأديس أبيبا. ووزير الخارجية يبرز دور الجزائر في إصلاح مؤسسات الاتحاد الإفريقي. المشاركون في الندوة الوزارية الثالثة لدول الجوار 5+5 بالجزائر حول المالية والاستثمار يؤكدون أهمية تحسين مناخ الأعمال في الحوض الغربي للبحر المتوسط لاستقطاب أكبر الاستثمارات وتطوير تكنولوجيات المالية. في قطاع النقل، الأسطول البحري يتعزز ب10 قاطرات بحرية حديثة دعما للاقتصاد الوطني. ومن سطيف، وزير التجارة يعلن أن أسواق الجملة للخضر والفواكه ستشكل أرضيات للتصدير. دوليا، المشاركون في الدورة 43 للندوة الأوروبية للدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي ينددون بسلب الموارد الطبيعية للصحراويين من طرف شركات أوروبية. تحية لكم والسلام عليكم. هنا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة العاهل المغربي محمد السادس بمناسبة ذكرى 63 للاستقلال، مجددا له عزمه الراسخ على توطيد وشائج الأخوة وعلاقات التضامن التي تربط الشعبين بما يمكن من إرساء علاقات ثنائية أساسها الاحترام المتبادل. رئيس الجمهورية أضاف قائلا: يسعدني والشعب المغربي الشقيق يحيي هذه الذكرى أن أعبر لجلالتكم عن أخلص التهاني وأزكى التبريكات راجيا من الله العلي القدير أن يحفظكم وأسرتكم الملكية الشريفة ويديم عليكم نعم الصحة والسعادة والهناء ويحقق للشعب المغربي المزيد من التقدم والازدهار تحت قيادتكم الرشيدة. واغتنم هذه المناسبة المجيدة، يضيف رئيس الجمهورية، لأستحضر بكل تقدير وإكبار ما سجله التاريخ من صفحات مشرقة لتضحيات الجسام التي بذلها المغاربة تحت قيادتكم، قيادة جدكم الراحل الملك محمد الخامس تغمده الله بواسع رحمته، والتي توجه إعلان الاستقلال واسترجاع الشعب المغربي الشقيق لسيادته. وخلص رئيس الجمهورية إلى تجديد العزم على توطيد وشائج الأخوة وعلاقات التضامن التي تربط الشعبين الشقيقين وإرساء علاقات ثنائية أساسها الاحترام المتبادل خدمة للرقي والنماء والعيش في منعة ورفاه. كما هنى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سلطان قابوس بن سعيد المعظم بمناسبة احتفال سلطنة عمان بالذكرى 48 لعيدها الوطني، معربا عن ارتياحه العميق لمستوى علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع البلدين في شتى المجالات، ومتوجها إلى جلالته وإلى الشعب العماني الشقيق باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسه بأحر التهاني وأزكى الأماني، مجددا الحرص الدائم والثابت على تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يخدم المصالح العليا المشتركة للشعبين الشقيقين. رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة هنى أيضا نظيره الليتواني إيموندوس فيغونيس بمناسبة العيد الوطني لبلاده، معربا عن استعداده للعمل سويا على تعزيز التشاور السياسي بين بلدين وتطوير علاقات الصداقة والتعاون التي تجمعهما. وقع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على 5 مراسيم رئاسية تتضمن التصديق على اتفاقيات وبروتوكول ومذكرة تفاهم تخص التعاون مع عدد من البلدان، وهذا طبقا للمادة 91 من الدستور. يتعلق الأمر بالبروتوكول الملحق بالاتفاقية العامة بين الجزائر وفرنسا المؤرخة في الفاتح أكتوبر سنة 1988 بشأن الضمان الاجتماعي الذي يتعلق بالعلاجات الصحية المبرمجة الممنوحة بفرنسا للرعايا الجزائريين المؤمنين اجتماعيا والمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا المقيمين بالجزائر، الموقع بالجزائر بتاريخ 10 أفريل سنة 2016.
كما وقع رئيس الجمهورية على مرسوم يخص اتفاق التعاون بين الجزائر والصين في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي والصحة الحيوانية والحجر الصحي الموقع ببكين بتاريخ 22 سبتمبر سنة 2017. كما تضمن المرسوم الرابع تضمن مذكرة التفاهم بين الجزائر ومالي في مجال التضامن الوطني الموقع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2016. أما المرسوم الأخير فيخص الاتفاق بين الجزائر وبلغاريا حول الإعفاء المتبادل من شروط تأشيرة الإقامة قصيرة المدى لحاملي جوازات سفر دبلوماسية لمهمة الموقع بصوفيا بتاريخ 23 مارس سنة 2018. اختتمت اليوم بأديس أبيبا أشغال القمة الاستثنائية 11 للاتحاد الأفريقي بالمصادقة على توصيات تنصب بشكل خاص على عقلانة مناهج التسيير المالي للمنظمة القارية، بحيث تم التأكيد على أن الاستقلالية المالية ستسمح بالاستغناء عن المانحين الأجانب، ومن ثم تحقيق البرامج والمشاريع التنموية التي تستجيب لأمل الشعوب الأفريقية. كما خرجت قمة أديس أبيبا التي شارك فيها ممثل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الوزير الأول أحمد أويحيى، خرجت بقرار تفعيل صندوق السلم للاتحاد بهدف الوصول إلى مبلغ 400 مليون دولار آفاق 2021. واتفق المشاركون على أن يركز الاتحاد على أولوياته والمتمثلة في الأمن والتكامل الاقتصادي وفق مواقف إفريقية مشتركة لبناء قارة موحدة ومزدهرة، كما ترمي إليه أهداف أجندة 2063 التنموية. وعلى هامش الأشغال، أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل أكد اليوم من أديس أبيبا أن الجزائر ساهمت بشكل كبير في كل مراحل الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الأفريقي منذ قمة كيغالي سنة 2016، وهذا بهدف تعزيز العمل الأفريقي المشترك ومسايرة التحولات التي تعرفها القارة. إذن تنعقد هذه القمة الاستثنائية لرؤساء دول الحكومات الاتحاد الأفريقي، وهذا يعني انطلاقا من قرار جاء في قمة نواكشوت في جويليا المنصرم، وهذه القمة يعني مخصصة لإصلاح المؤسسات للاتحاد الأفريقي. على هامش هذه الدورة أذكر كذلك يعني انطلاق صندوق الاتحاد الأفريقي من أجل السلم، بالإضافة إلى العديد من الإنجازات الأخرى. أذكر أن الجزائر شاركت يعني في كل المراحل التي وصلنا إليها اليوم، ومنذ قمة كيغالي في 2016 مرورا بقمة نواكشوت في 2017 إلى يومنا هذا، شاركنا وساهمنا يعني في الدفاع أولا على ما هو المبادئ التي يعني هي تجعل من الاتحاد الأفريقي منظمة قارية حكومية، وثانيا انطلاقا من فكرة إصلاح يأخذ بعين الاعتبار التحولات على المستوى القاري ولا على مستوى العالمي. كانت الكلمة للوزير الأول الذي يشارك هنا كممثل فخامة رئيس الجمهورية، كانت كلمة تعبر عن موقف الجزائر، وهو يعني الحفاظ على هذه الآلية لأنها آلية ثمينة في عالم يعرف تحولات كبيرة، والحمد لله يعني وصلنا إلى ما كنا نسعى إليه، وخرجنا بتوصيات تعزز الدور الأفريقي وتعزز العمل على المستوى القاري وتعزز حتى عمل المفوضية التي لها دور كبير. إلى حبينا أن القارة الأفريقية أو الاتحاد الأفريقي يبقى مستقل فيما يخص القرار، فلا بد علينا كدولة أفريقية أن نساهم ونشارك في تمويل يعني بعض الأولويات، وهذا ما حصل، وهي يعني أكثر وجود يعني تمويل أفريقي في كل ما هي إنجازات هامة وكل ما فيها برامج هامة، وهذا انطلاقا من تنفيذ برنامج 2063 للاتحاد الأفريقي. عبد القادر مساهل وزير الشؤون الخارجية متحدثا لموفدة التلفزيون نادية علمي.
توجد أشغال الندوة الوزارية الثالثة لدول منتدى الحوار 5+5 حول المالية والاستثمار المنظمة بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة، والتي ترأس وزير المالية عبد الرحمن راوية مناصفة مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برينو لومير. توجد ببيان ختامي أكد خلاله المشاركون أهمية تبادل المعلومات في مجال الجمارك، بذا في بعث الاستثمار وتطوير التكنولوجيا المالية والتنسيق لمحاربة ظاهرة التهريب. عن كثب رابح مداوي. الدورة عالجت بالعرض بالنقاش وبوضوح عديد القضايا التي تخص عالم المال والاستثمار المطروحة على مجموعة 5+5، بل الدورة اقترحت حلولا عملية للتصدي للتهريب والتشجيع على الجباية المحفزة للاستثمار وللمشاريع المنخرطة في مسعى التحول الطاقوي وتطوير تكنولوجية المالية. هذا ما أكد عليه التصريح الختامي لهذه الدورة. كما تم خلال المحادثات التذكير بأهمية تعزيز التعاون المالي بين بلدان أعضاء الحوار 5+5 في سبيل ترقيد تدفقات الاستثمار ورأس المال بين بلدان المنطقة، وعلى الدور الذي يمكن أن يؤديه مستثمري بلدان الضفة الشمالية في مجال الاستثمار في القدرات الإنتاجية لبلدان الضفة الجنوبية، خصوصاً في نقل المعرفة، تطوير مهارات ونقل التكنولوجيا. مسعى الندوة بناء فضاء مشترك يقوم على تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار وجعل منطقة بحر الأبيض المتوسط أكثر جاذبية للاستثمارات، خاصة في القطاعات الإنتاجية، بهدف تنويع الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل. La Méditerranée doit redevenir un rêve, un espace de développement économique. Un espace d'échange culturel pour nos populations. Quand j'entends dire que la Méditerranée devient un cimetière à cause des migrations, je le regrette profondément parce que notre Méditerranée, qui est notre espace commun, est d'abord un lieu de culture, de commerce, d'échange, d'enrichissement. للإشارة ينتظر أن تحتضن مدينة مارسيليا قمة للضفتين منتصف شهر جوان 2019. هذا وشكلت الشراكة وتعزيز علاقات التعاون محور لقاءات جمعت كل من وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والنقل مع عدد من المشاركين في الندوة الوزارية الثالثة لدول منتدى الحوار 5+5 حول المالية والاستثمار. المتابعة لويزا العوفي. تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر ومالطا كانت محور اللقاء الذي جمع وزير المالية عبد الرحمن راوية بنظيره المالطي إدوارد سيكلونا. كما استقبل وزير المالية عبد الرحمن راوية وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي جيوفاني تريا، حيث تطرق الطرفان إلى سبل تفعيل الشراكة الاقتصادية بين البلدين. برنامج البنى التحتية الذي أنجزته الجزائر خلال السنوات الأخيرة كان محور المحادثات التي جمعت وزير المالية برئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين ليكان. رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي يزور الجزائر لأول مرة استقبل من طرف وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، وتطرق الطرفان إلى آفاق التعاون بين الجزائر وهذه المؤسسة المالية. أجرينا محادثات مثمرة وتطرقنا إلى برنامج التعاون فيما يخص تطوير قطاع النقل، وتلقينا الكثير من الطلبات لتطوير المنشآت الكبرى الموجودة والمنشآت قيد الإنجاز، ونحن جد سعداء بهذه الشراكة التي يتشرف بها بنكنا. تناولنا في معرض حديثنا عن محتوى كل البرامج الموجودة في إطار تطوير وعصرنة البنى التحتية ببلادنا، وأطلعت كذلك على المحاور العريضة لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية، سواء في النقل الجوي أو النقل البحري أو النقل البري أو النقل بالسكك الحديدية. أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي اليوم على تنصيب العقيد بوعلام بوغلاف مديرا عاما جديدا للحماية المدنية، وهذا خلفا للعقيد مصطفى الهبيري الذي عين على رأس المديرية العامة للأمن الوطني. هذا وكان بوغلاف قد شغل سابقا منصب مدير الحماية المدنية بولايتي غردايا والمدية، لتتم ترقيته فيما بعد إلى منصب مفتش بالمديرية العامة للحماية المدنية.
عقب التنصيب قام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بزيارة المتحف الخاص بالحماية المدنية، حيث قرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواح ضحايا وجب المهنة بالنصب التذكاري المخلد لهم بمقر المديرية العامة للحماية المدنية. إن سلك الحماية المدنية والذي بلغ مستويات عالية من الاحترافية والتحكم، بل تشرف باعترافات عالية من الهيئات الدولية ذات الصلة، وكان أسلاك الحماية المدنية من بلدان متطورة، وهو راجع بالدرجة الأولى للعناية التي أولاها فخامة السيد رئيس الجمهورية لتطوير هذا السلك والرفع من جاهزيته والدعم المتواصل الذي يحوزه، وكذا للالتزام الصارم لإطاراته وأعوانه بكل مسؤولية وأداء واحترافية. قطاع الحماية المدنية كما يعلمه العام الخاص قطع أشواطا كبيرة في السنوات الماضية، والإنجازات المحققة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي شاهدة على ذلك. طبعا هذا بحرص السلطات العليا للبلاد، وأنا بدوري سأبذل قصارى جهدي رفقة أبناء القطاع للحماية المدنية بكافة رتبهم من ضباط صف وأعوان، على أولا المحافظة على هذه المكتسبات المحققة. في إطار عصرنة قطاع النقل البحري والموانئ واللوجستيكية، تدعم اليوم أسطول النقل البحري الجزائري بعشر قاطرات بحرية تم اقتناؤها من إسبانيا وإيطاليا. أشرف وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان بحضور الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي سعيد والمدير العام للأمن الوطني العقيد مصطفى الهبيري على مراسم استلام هذه القاطرات. للتلفزيون سنة بلقصبات. سبع قاطرات بحرية من مجموع 10 سلمت لمجمع الخدمات المينائية الجزائرية تدعيما لأسطول النقل البحري وتعزيزا للقدرات الوطنية في تحسين اقتصاد البلاد. استلام الحصة الأولى من قاطرات الميناء التي تضم سبع قاطرات جديدة من مجموع 10 مبرمجة لفائدة المؤسسات المينائية. تندرج هذه العملية ضمن برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الرامي إلى تعزيز قدرات الأسطول البحري الوطني وسلامة الملاحة البحرية، والتي تم تنفيذها بإنشاء مجمع المصالح المشتركة للمؤسسات المينائية التابع لمجمع سيربور. موانئ عنابة، سكيكدا، جنجن، بجاية، تنس، مستغانم وغزوات المستفيدة من هذا الاستثمار الذي بلغت قيمته أزيد من 76 مليون يورو، استثمار سيضمن السير الحسن من الجانب العملياتي والتقني والأمني لموانئ الجزائر، وهي العملية التي اعتبرها الأمين العام للمركزية النقابية لبنة جديدة ستدعم العقد الاجتماعي والاقتصادي. Le maritime algérien aujourd'hui doit s'inscrire dans la trajectoire ambitieuse, celle de jouer le gagnant-gagnant, celle de jouer l'offensive économique. Il faut que nous soyons animés de cette volonté d'aller vers l'ambition de conquérir. Et cette ambition doit être accompagnée d'un tissu relationnel basé sur le dialogue et sur une perspective commune et collective. ونظير كل هذه الجهود من أجل ترقية وعصرنة هياكل قطاع النقل والبنى التحتية واللوجستية دعما للاقتصاد الوطني، قدم رجال البحر إلى رئيس الجمهورية هدية عرفان وتقدير. أشرف اليوم وزير التجارة سعيد جلاب استضيف على تدشين عدد من المرافق على غرار سوق الجملة الجهوي للخضر والفواكه. جلاب أشرف أيضا على افتتاح صالون استضيف للتصدير بمشاركة 40 عارضا. المراسلة لمحمد زمولي.
45 عارضا سجلوا مشاركتهم بالطبعة الأولى لصالون سطيف للتصدير. تمكن هؤلاء من ترقية منتوجاتهم والحصول على شهادات المعادلة الدولية. والهدف اللي حاطينه يعني في 2019 انه ندخلوا لإفريقيا، يعني انطلاقا من موريتانيا بعد ما قامت الدولة بالمبادرة تاع المبادرة الأخيرة اللي قامت بها في موريتانيا. احنا اليوم نصدروا أكثر من 3000 طن سنويا لأوروبا، الأسواق الأوروبية، من بينها اليونان، إسبانيا، فرنسا والبرتغال. وزير التجارة سعيد جلاب تفقد مختلف الأجنحة واستمع لانشغالات المستثمرين، كما كشف عن لقاءات تقييمية للمشاركات الدولية السابقة التي تهدف للتعريف بالمنتوج الجزائري، وهذا لوضع ورقة طريق مستقبلية للتصدير، كما أشرف على بروتوكول تصدير بين مؤسسة سيكسيرام ومتعاملين فرنسيين لتصدير 240 طنا من السيراميك دفعة أولى. Moi, ce que je peux vous garantir, c'est que le 21 novembre, inshallah, avec mon collègue ministre de Transport, Sizi Alan, on va signer des conventions. Alors qu'à l'occasion du salon de travaux publics, transport travaux publics, on va signer des conventions avec Logitrans, avec Algérie, Air Algérie Cargo et avec CNAN Algérie, donc pour prendre en charge une partie de transport dans l'acte d'exportation. Nous aurons donc un programme de toutes les manifestations économiques là où on va participer. Donc ça sera sur deux ans, 2019 et 2020. Donc pour que les opérateurs soient avertis d'avance et pour que l'organisateur ait les meilleures surfaces, les meilleurs emplacements dans les foires internationales. وزير التجارة دشن سوق الجملة الجهوي للخضر والفواكه الذي يتربع على مساحة 30 هكتارا، والذي سيسمح من التحكم في عملية التوزيع لأزيد من 11 مليون طن سنويا، داعيا لأن تستغل هذه المرافق العصرية الموزعة وطنيا للتصدير. وجهتنا ولاية جيجل التي تعرف إنجاز مشروع مخزن للحبوب بمنطقة بازول، وهو من بين 9 مخازن استراتيجية تنجز بالخرسانة المسلحة، مشروع سيمكن من رفع قدرة تخزين القمح وتأمين توزيعه. الروبورتاج لفؤاد حماني. مشروع مخازن الحبوب الجديد بمنطقة بازول المحاذية لميناء جنجن تقدر طاقته التخزينية بخمسين ألف طن، حيث يتوفر على 16 خلية مترابطة. المشروع موصول بالسكة الحديدية لتسهيل عملية إجلاء المخازن إلى الولايات المجاورة. تدخل في إطار البرنامج الذي تبناه فخامة رئيس الجمهورية من أجل إنشاء 39 مخزن على مستوى التراب الوطني، من بينها 9 مخازن من الخرسانة. ويعتبر هذا المشروع من أجل أنشئ من أجل تقليص مدة رسو البواخر في ميناء جنجن أولا، وتفادي الخسائر الناتجة عن التأخر في التفريغ، وبالطبع راح تكون تعود بالفائدة لمنطقة جيجل، يعني من حيث التنمية الاقتصادية، إنشاء مناصب عمل. 85% هي نسبة تقدم الأشغال به، وينتظر تسليمه كاملا بالتجهيزات اللازمة شهر مارس المقبل، وهو مشروع استراتيجي للبلاد من ضمن 39 مخزن للحبوب عبر الوطن. Les silos en béton armé, un des parmi les 9 silos que nous avons à travers l'Algérie. Où, alhamdoulilah, on a bien passé, on a bien avancé pendant 2 ans. On a presque arrivé à la 95% des travaux. Je parle beaucoup plus génie civil. Il nous reste la phase d'installation des équipements pour beaucoup plus l'industrie. Normalement, la fin juin 2019, il sera prêt pour sera opérationnel, même pour les autres sites aussi, les 9 silos à travers tous les wilayas, inshallah. ومن أهداف المشروع الأساسية هو الرفع من قدرة الجزائر في تخزين مادة القمح وتأمين البلاد بهذه المادة الاستراتيجية.
شكلت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفيضانات محور العدد الثاني لمنتدى الماء، حيث دعا الخبراء إلى تحيين الدراسات الهيدرولوجية لا سيما على مستوى المواقع المصنفة مناطق عالية الخطر والبالغ عددها 233 موقعا من أصل 687 موقعا، حيث تم رصد أزيد من 30 مليار سنويا للتكفل بهذه المناطق وتهيئتها. إلى ذلك وصل الخبراء أيضا بتأطير وحماية مناطق الفيضانات مع إعداد دليل عملي لترميم الأودية. تم بمنطقة البرمة الحدودية بولاية ورقلة تشغيل ثاني محطة لتحلية معالجة مياه الشرب، إنجاز يأتي لوضع حد لمعاناة سكان المنطقة من رداءة وملوحة المياه. ريبورتاج لعبد الوهاب دحماني. هي ثاني محطة لتحلية المياه تدخل حيز الاستغلال بعد إعادة تأهيل المحطة الرئيسية بدائرة البرمة الحدودية، منطقة لطالما عانى سكانها من نوعية المياه الرديئة غير صالحة للشرب. كنا نعانوا فيه، كان الماء مالح، وتو الحمد لله تحسنت الحالة. كنا نعاني من مشكلة المياه ياسر، وتو الحمد لله يا ربي عاد عندنا ثلاث محطات حتى تحبس واحدة الدمار الأخرى. المحطة مجهزة بتقنيات حديثة تسمح بمعالجة 54 متر مكعب من المياه في الساعة، وتلبي احتياجات الأحياء البعيدة عن مقر البلدية. نوعية المياه ببلدية البرمة نسبة ملوحة جد عالية، وفيها كبريت، فيها الكبريت. هنا بهذه المحطات هذو يتم إزالة نسبة كبيرة من الملوحة والكبريت، ثم بعد ذلك يتم التزويد بالنسبة للمواطنين. تجسيدا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اللي أعطى أهمية كبيرة للبلديات الحدودية، وإحنا عندنا ثلث الستاسيون دي مينيغاليزاسيون المحطات تحلية، وصبح الآن يعني المعدل تعربت بالمياه الشرب أصبح أكثر من 95%. ستساهم المحطتان في وضع حد لمعاناة سكان البرمة الحدودية في جلب المياه بواسطة الصهاريج من المناطق البعيدة. ومن تحلية المياه إلى الحمضيات، فمنتوج وافر من الحمضيات سجلها هذا الموسم بولاية معسكر قدر ب 250 قنطارا في الهكتار الواحد. المراسلة لخير أبو طالب. هي مزرعة نموذجية لزراعة الحمضيات تتربع على مساحة قدرها 5 هكتارات بالمحمدية ولاية معسكر، أين سجلت إنتاجا وافرا هذا الموسم. هذه مستثمرة كما تشوفوا تاني، مستثمرة جامبلوطاسيون فيها تاع اونسيان، والحمد لله احنا كما صناش الماء احنا ماذا بينا يكون الدورة تاع السقي تكون منظمة وتكون دائمة. احنا المشكلة عندنا في الماء، ماذا بينا ست فرقوق، احنا المحمدية تاريخ تاعها ست فرقوق. هذا وتسعى مديرية الفلاحة وجمعية الحوامض بالولاية إلى تحسيس الفلاحين حول عملية جني وقطف الحوامض في وقتها المحدد. احنا ماذا بينا نديروا هذا التحسيس تاع وقت اللي نقلعوا فيه. تشينا بكري كانت من نجي الواحد تاي يشم الريحه تاعها وتكون طايبه وتكون كل ما يلزم ميمرنا اللي متلفوها لنا، رانا نصيبو تشينا خضراء قبل نقلعو حنايا. مشروع تاع سوتيره راه يتمشى، نتمنوا ان شاء الله يا رب العالمين يتم في الوسمه باه الناس تمس به الماء ما يضيع عندناش ان شاء الله يا رب العالمين. احنا اليوم في صدد تحضير كذلك أريتيك المنضية من السيد الوالي، يبدأ يوم الجني الحوامض في محيط حبرة، يبدأ في كان نصف الشهر الأول تاع أول نوفمبر. ويبقى نقص مياه السقي من المشاكل التي لا تزال تؤرق الفلاح بمعسكر. نبقى على الصعيد الفلاحي، نظم بدائرة المنيعة ولاية غردية الملتقى الوطني الأول للورود والبرتقال، وهذا بشركة واسعة للمستثمرين والخبراء في هذا المجال. المزيد مع عبد الوهاب دحماني. توجت مدينة المنيعة منذ عشرات السنين كعاصمة للورود في صحراء الجزائر، نوعية ورود كانت خلال الحقبة الاستعمارية تنقل نحو المصانع في باريس ليستخلص منها أجود أنواع العطور وتباع بأغلى الأسعار. الورد في المنيعة الورد من قديم الزمن، جابوها من دمشق وطوروا الوردة، ماذا بينا نرجعوا لعروس ديال الجولية باش ننتجوا منها الروائح ونتجوا منها لزوي ليسونسيال ونجحوا مع الورد وفيها أدوية تانية.
واحد يحرط الورود، واحد يجيب الطامس، واحد ماذا بين البلاد هذه تبان كما كانت باينه بكري، كانت هذه يسموها مدينه الورود بكري. جاء الملتقى الوطني الأول للورود والبرتقال المنظم بالمنيعة ومشاركة واسعة للمستثمرين والخبراء للنهوض بشعبتي النباتات العطرية والحمضيات من جديد بعد ركود إنتاجهما في السنوات الأخيرة. نحن نتوسم بأن تكون المنيعة كأكبر صيدلية طبيعية مفتوحة في العالم، والحمد لله تطرق ملتقانا هذا إلى زراعة الورود، إعادة زراعة الورود والبرتقال، إلى زراعة الحوامض في المناطق الصحراوية، إلى تثمين وتحويل النباتات الطبية والعطرية في الاستعمالات الطبية والتجميلية. استفدنا من المداخلات نتاع الخبراء، استفدنا الكثير، لأن معروف الورد نتاع منيعة والبرتقال نتاع المنيعة معروف، يعني كان عالميا، ولهذا حبينا نرجع المكانة تاع المنيعة كما كانت عليه سابقا في الماضي. مقومات طبيعية كالمياه العذبة والأرض المنبسطة الشاسعة جعلت من المنيعة اليوم قطبا فلاحيا واعدا في إنتاج مختلف المحاصيل الزراعية، وتشجيع المستثمرين نحو الاستثمار في شعبتي النباتات العطرية والحمضيات كانت من بين أهم أهداف هذا الملتقى. عقدت اليوم هيئة التنسيق لأحزاب التحالف الرئاسي الأربعة، حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، الجبهة الشعبية الجزائرية، تجمع أمل الجزائر، اجتماعا يهدف لإعداد برنامج عمل موحد تحسبا للانتخابات الرئاسية المقبلة. خلال اللقاء الذي جرى بمقر حزب جبهة التحرير الوطني، أكد المجتمعون أن التحالف الرئاسي يعمل على دعم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ضمانا لمواصلة مسيرة الإصلاحات والتنمية من أجل الجزائر المتطلعة إلى المستقبل بثقة وأمل. كما اتفق أطراف التحالف على برنامج عمل مرحلي متعدد النشاطات تنخرط فيه كل القوى والكفاءات وتتكامل فيه كل الإمكانات والقدرات. أكد المجتمعون بأن التحالف الرئاسي فضاء يجمع الأحزاب الكبرى الداعمة لفخامة رئيس الجمهورية في إطار قطب سياسي له مكانته الرائدة في الساحة السياسية الوطنية، وله الوجود الفاعل في الميدان من أجل تعزيز وحدة الصف الوطني وتكريس الاستقرار في البلاد وتقوية الجبهة الداخلية وتثمين وصيانة المكتسبات الهامة التي تحققت طيلة العشرين عاما الأخيرة بقيادة رشيدة من فخامة رئيس الجمهورية. وسجل المجتمعون أن التحالف الرئاسي يشكل لبنة أساسية لوضع أرضية صلبة تكون قاعدة عريضة لأسرة سياسية واسعة تهدف إلى تعزيز التوجهات المشتركة وترقية الأداء الجماعي وبناء علاقات تفاعلية وتكاملية. احتضنت اليوم المدرسة العليا للضمان الاجتماعي بالعاصمة ملتقى وطني حول دلائل التكفل المؤسساتي، وبالمناسبة تم إمضاء اتفاقيتين لتكثيف التعاون بين قطاع التضامن والتعليم العالي والمحافظة السامية للأمازيغية. التغطية لسهيلة دغمو. من أجل تكفل مؤسساتي أفضل من خلال الدلائل التي تعتمد عليها المؤسسات التابعة لوزارة التضامن، ركز المشاركون خلال الملتقى الوطني حول دلائل التكفل المؤسساتي على ضرورة الاهتمام بالفئة الهشة، وهذا من خلال إمضاء اتفاقية تعاون بين وزارتي التضامن والتعليم العالي. إن هذه المؤسسات التي تسهر على رعاية مختلف الشرائح الهشة من المجتمع والتي يولي لها فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة رعاية واهتماما كبيرين جسدهما دستور سنة 2016 لا سيما الفقرة الخامسة من المادة 72 منه، والتي تنص أن الدولة تعمل على تسهيل استفادة الفئات الضعيفة من الحقوق المعترف بها لجميع المواطنين وإدماجها. إن الجامعة الجزائرية وبعد تخطيها مرحلة الكم فإنها اليوم تسعى إلى تكوين الموارد البشرية اللازمة الكفء في كل المجالات للنهوض بالتنمية الوطنية الشاملة.
ولرفع مستوى التعاون وتكثيف الجهود للاستفادة من الخبرات والكفاءات في مجال الدلائل، تواصل وزارة التضامن تعاونها مع المحافظة السامية للغة الأمازيغية في الميدان. لإشكالية تعني كل الأطراف من خلال تسليط الضوء على الدلائل التي يتعامل بها قطاع التضامن، يتعامل بها المتعاملين الاجتماعيين، وهذا في سياق أحكام الدستور. هذا وتم إصدار مجموعة هامة من الدلائل والمناهج المتعلقة بحماية الطفولة والمراهقة والشباب وغيرها من الفئات الهشة، وتم وضعها في متناول المؤسسات المسيرة. صحيا، يسعى الأطباء من خلال الدورات التكوينية لتحديد استراتيجية التواصل البصري والحركي لدى الطفل المصاب بمرض التوحد مع المحيط من خلال العائلة والمجتمع. من سعيدة، روبورتاج ليلى محمد محدود. كيف يمكن للأم أن تغير من سلوك ابنها الذي يعاني من التوحد إلى الأفضل؟ محور دورة تكوينية بولاية السعيدة تحت إشراف الدكتورة نوال مزيدي المختصة بهذه الفئة بكندا. ما كناش نعرفوا نتعاملوا معاه، هو يتنرفى احنا نزيدوا نتنرفوا معاه، يزيد يكمل بزاف صوالح ما كناش عارفين كيما نهتموا بالشكليات، عرفراف وقتنا ما يهمش هذوك، ما يأطروش على المجتمع، يرفرف ولا يشوف في السماء ولا دي مانيا ماهوش مهم، ركزي فيه اسكو يرقد في الليل. هذه الدورة التكوينية للسيدة ميزيدي كانت عبارة أولا عن تنوير لأفكارنا، نريد أن نأخذ كيفية التعامل مع أطفالنا بطريقة علمية. وكان عندنا مشكل كبير تاع البلوغ عند الطفل المتوحد، اليوم لقينا شويه حلول واجابات شفتنا الغليل شويه. وسعيا نحو دمج اطفال التوحد من خلال نقلهم من المركز التاهيلي الى مدارس التعليم العاديه، يوفر هذا المركز بولايه سعيده بيئه تاهيليه سليمه من خلال برامج وخدمات متكامله وفي مختلف المجالات. هذا لو سنتر فريمون لا بريزيدونت دو لاسوسياسيون ايل لا فيت برسك او نورم كنديان. كاين اللي لازم لهم يبداو بالسنتر، مي لو بوت سيك باش يندمجوا باش يروحوا ليكول ريغولييغ. ان شاء الله في المستقبل سيكون هناك كذلك مركز اللي يجمع كامل الفئه، لان نسبه العدد بدا يرتفع، وحنا لابد باش يكون اندماج اجتماعي واجتماع مهني في المستقبل لهذه الفئة. عبد الإله واحد من هؤلاء الأطفال، إصابته بالتوحد لم تمنعه من مزاولة هويته المفضلة وهي تصميم السيارات. حلمتي يعني كنت أفضل صانع السيارات ومصمم هندسة السيارات وصناعة السيارات الخارقة في المستقبل إن شاء الله. مثل هذه المراكز من شأنها الإسهام في إدماج هذه الفئة في المجتمع ورسم بسمة أمل على وجوه الأطفال وذويهم. مبدعون حقا. أكد بيان وزارة الدفاع الوطني أنه في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وبفضل استغلال المعلومات، كشفت انفرازات للجيش الوطني الشعبي اليوم قرب شريط الحدودي بالقطاع العمليات لأضرار مخبأ يحتوي على كمية من الأسلحة والذخيرة، قاذف صاروخي ار بي جي سات وبندقيه رشاشه من نوع اف ام بي كا ومسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وبندقيه نصف آلية من نوع سيمينوف وبندقيه من نوع ماس 554 وثلاث بنادق تكراريه، بندقيه صيد، قذيفتين من عيار 82 ملم وقنبلتين يدويتين ومخزنين لمسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وشريط ذخيره عيار 12 ملم فاصلة 7، بالاضافه الى شريط ذخيره خاص بالبندقيه الرشاشه قول من نوع اف ام بي كا، بالاضافه الى كميه معتبره من ذخيره مختلف العيارات تقدر ب 4340 طلقه. تأتي هذه العملية لتضاف إلى سلسلة النتائج الإيجابية المحققة ميدانيا والتي تؤكد على اليقظة العالية والحرص الشديد لمختلف أفراد الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على أمن البلاد. هذا في إطار مكافحة الإرهاب دائما بفضل استغلال المعلومات، وقفت مفارز مشتركة الجيش الوطني الشعبي أمس عنصري دعم لجماعات الإرهابية بسكيك دوشلف حسب بيان آخر وزارة الدفاع الوطني.
وفي إطار محاربة التهريب والجريمتية المنظمة وقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بكل من تيارت وغردايا تاجر مخدرات وضبطت أزيد من 100 كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين أوقفت مفرزة أخرى بتندوف مهربا ضبط لديه 1000 لتر من الوقود. من جهة أخرى وبيتم راس توقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي 60 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة، وضبطت 4 أجهزة للكشف عن المعادن ومولدين كهربائيين وثلاث مطارق ضاغطة. افتتح اليوم بولاية الوادي الملتقى الدولي حول السياحة الروحية في الجزائر تجربة وأفاق، وهذا بإشراف وزير المجاهدين الطيب زيتوني ومشاركة أساتذة وباحثين من الجزائر ومن عدة دول إفريقية وكذا أوروبية. المراسلة والتفاصيل مع عمار طبال. بهدف ربط الجزائر بامتدادها الإفريقي والدولي من خلال وقوفها على تاريخها في إشعاعها العلمي في نشر الإسلام وتعاليمه وإبراز المرجعية الفكرية والدينية بإحياء التراث السياحي والروحي ودورها في التمكين للأمن الفكري، احتضنت جامعة حما الخضر بالوالدي ملتقى دولي حول السياحة الروحية في الجزائر. تتوفر الجزائر على إمكانيات كبيرة ومقومات سياحية روحية ودينية متعددة كالمؤسسات والمقدسات الدينية مثل الزوايا المنتشرة عبر كل ربوع التراب الوطني والمدارس القرآنية العتيقة والمساجد الأثرية والأضرحة والمآثر التي تخلد الرموز والشواهد الدينية، وأيضاً تلك المقومات اللامادية التي تحمل قيماً حضارية خاصة متميزة تنفرد بها بلاد عن سائر البلدان كالمواسم والشعائر والأعياد الدينية. هذه الخصائص والأخرى دعائم قوية لترقية السياحة الوطنية. الملتقى نظمته مديرية شؤون الدينية والأوقاف بمشاركة الزاوية التجانية، وعرف مشاركة واسعة من طرف أساتذة وباحثين من عديد الدول الإفريقية وحتى الأوروبية. تحيين كلمة الزيارة يعني في المفاهيم اللي ما بعرفوها ضركة العتيقة، إذا نعطولها أصالتها في المفاهيم. السياحة هي تلاقي بمحبة وأخوة ورفعة، حتى نصنع سفراء حقيقيين لنشر صورة الإسلام السمح ولنشر الثقافة الروحية السليمة. وبالمناسبة تم تكريم رئيس الجمهورية من طرف شيخ الطريقة التجانية بتماسين، كما قام وزير المجاهدين بزيارة معاينة وتفقد إلى مقر الزاوية بقمار التي تعد إحدى منارات العلم والإشعاع الديني. شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم المعلم والمربي في أبعادها الحضارية والفكرية وسبل استلهام الدروس والعبر منها في واقعنا اليوم شكلت موضوع ندوة علمية بجامعة عبد الرحمن ميرا ببجاية في إطار الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، وهذا بحضور رئيس المجلس الإسلامي الأعلى وعبد الله غلام الله وثلة من الأساتذة والباحثين والطلبة. عن التلفزيون خالد واتي. رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم العلمية الفكرية والأخلاقية كانت موضوع الندوة العلمية بجامعة بجاية عبد الرحمن ميرا في غمرة الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف. نأخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نأخذ الأخلاق، نأخذ أن يحب بعضنا بعضا. هو الذي جعل الجنة متوقفة على محبتنا لبعضنا. الأساتذة المشاركون أبرزوا في مداخلاتهم شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم المعلم الأول والمربي الأمثل. رسالة المعلم تحتاج إلى 3 نقاط، أولا أن نهتم بالعلوم، علوم الدين كي نفهم ديننا، وعلوم الدنيا كي نمسك بتلابيب الدنيا. نحتاج أيضا إلى أخلاق. المحبة النبي عليه الصلاة والسلام ذقولا وان يكو ذق الفعايل ديني نحو وجد نسمكثيا سياس ماشي كان كذا الاحتفال شكلي، ولكن نبع نسمكثيا سالجانب العملي. في سيرة رسولنا الكريم النهج القويم، وفي أخلاقه صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة صلى الله عليه وسلم. وعشية الاحتفال بذكرى المولد الهادي سجلت مصالح والأمن العمومي تراجعا في نسب محجوزات في المفرقعات والألعاب النارية مقارنة بالسنوات الماضية، كما بادرت بلدية الرويبة بحملة تحسيسية حول مخاطر استعمال الألعاب النارية، وبالمناسبة شملت أيضا أقول حفل ختان جماعي لفائدة أطفال معوزين. ربورتاج لخليد حجيلاني جلالي عفوا ووهيبة هو.
الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف سبقتها حملات تحسيسية لمخاطر اختناء واستعمال الألعاب النارية بأنواعها. من خلال الإحصائيات التي سجلتها مصالح الأمن الوطني، حيث تم تسجيل خلال هذه السنة ما يفوق 850 ألف وحدة، حيث سجلنا تراجع محسوس مقارنة بالسنة الماضية، حيث تم تسجيل 1,500,000 وحدة على المستوى الوطني تم حجزها من طرف مصالح الأمن الوطني. نؤكد أيضا على الدور البارز لقوات الجمارك والدرك الوطني والتنسيق مع كل الشركاء لمواجهة هذه الإشكالية. On a remarqué que les années passées بزاف les accidents surtout qui touchent les enfants. الحملة التحالي دارت انه ايفيتينا كو المفرقعات تتباع اونوار سافي دير لي طابل في الطريق والاخرين الدراري يشرو كميه كبيره دونك لي ريسك يزيدو. نو انا ماشيش محارق نشيلهم الشمع نوالات محارق ما نشريش سيرتو الريسك على الاولاد نيفيتيو الماكسيموم سيرتو ولادنا نعلمهم صح السيره النبويه القران الاخر من سيو نيفيتيو المحارق كريم. الكل متفق على أن الاحتفالات لا بد أن تتم في جو خال من أي ضجيج أو إزعاج أو إيذاء بفعل المفرقعات. ماشي هذوك الوارين هذوك ماشي هذوك نوالات وزندات هذا زندة وارة زندة ماشي وارة يفون دي فو دارتيفيس en plein jour ça sert à quoi on voit rien. Et puis ça, c'est dangereux, et puis même chez lui, hein, ça peut exploser. Et dans chez lui. Et on peut les envoyer, ils se retrouvent à l'hôpital. Ou les parents, ils disent ils disent يبقى المولد النبوي الشريف مناسبة دينية لتكريس المبادرات التضامنية والتكافل بين أفراد المجتمع. اختتمت أمس فعالية الندوة الأوروبية 43 للدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي ببيان يجرم فيه المشاركون بشدة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وانتهاكات حقوق الإنسان والظروف الكارثية للمعتقلين السياسيين، حيث طلب المشاركون بالإلغاء الفوري لاتفاق التجارة الذي يشرع لنهب ثروات الشعب الصحراوي. العائدة من مدريد نجوى جدي. في بيانهم الختامي أكد المشاركون ضرورة تعزيز الروابط بين حركة التضامن ومختلف المجموعات البرلمانية قصد تكثيف اللقاءات والأعمال الدولية لمعارضة ضم الصحراء الغربية في نطاق تطبيق اتفاقات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال. البيان ضم تنديدا واسعا بالانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، وطالب المفوضية السامية الأوروبية زيارة المعتقلين السياسيين. Cette 43e conférence de COCO salue et rappelle avant tout la nécessité de mettre fin à toutes les formes de colonialisme et de persécution à l'encontre du peuple sahraoui. Pour y parvenir, le COCO souligne l'exigence du respect du droit international et de toutes les résolutions pertinentes des Nations Unies. De l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations Unies, en particulier la résolution 1514. أريد أن أستغل هذه الفرصة لبعث رسالة للمنتظم الدولي على أنه كفى تماطل كفى اللامبالاة، لأنه هذه يعني أربع عقود من الزمن، وخاصة أننا نخشى على هذه الأجيال الشابة والناشئة التي بدأت تفقد حقيقة ثقتها الكاملة من مخطط السلام الأممي. المشاركون حيوا جهود المبعوث الأممي لبعث المفاوضات بين طرفي النزاع من جديد، كما ثمنوا التزام الاتحاد الأفريقي بإنشاء آلية دائمة مخصصة للقضية الصحراوية. من المهم أنه عندما تحتفل جنوب إفريقيا بمئوية أبو التحرر مانديلا أن تنادي بدون هوادة لاستقلال الصحراء الغربية اليوم.
من أهم القرارات قرارات اللجنة السياسية هو أننا ننسق مع الاتحاد الإفريقي الذي له دور مهم بالنظر لما لدورها في مساندة القضية وفي نفس الوقت لمكانتها المهمة لدى الدول الأوروبية ولدى العالم. والأكيد أن حضور آلاف الإسبان والحقوقيين في هذا الموعد السنوي من أوروبا، إفريقيا، أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة الأمريكية لدليل قاطع على الإصرار لإنهاء هذا الاحتلال الذي طال أمده. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم 13 فلسطينيا بالضفة الغربية وسط اقتحامات متجددة للمسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين. هذا وتتوالى التنديدات بشأن قمع حكومة الاحتلال مسيرة سلمية للصحفيين أمس عند حاجز قلنديا شمال القدس، وهو القمع الذي أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بل الصحفيين الدوليين والفلسطينيين بالإضافة إلى 7 مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي. بالعودة إلى ربوع الوطن، تدعمت ولاية المدية بعدة منشآت رياضية وهياكل شبانية، أشرف على تدشينها اليوم وزير الشباب والرياضة محمد حطة. التغطية لكريمة الشمط. توجه مدروس يسير حذوه قطاع الشباب والرياضة في تكوين أمثل للفرق على اختلاف اختصاصاتها من خلال تفعيل الدور وقاعات متعددة الرياضات، وهو ما وقف عليه اليوم وزير القطاع بولاية المدية عبر 10 محطات جسدت الرؤية عبر معظم بلديتها وفق ما تمنحه الدولة من دعم مادي جاد خاصة للفرق الناشئة. استثمار وراهم، شوف وجههم الله يبارك نيرة فيهم الأمل. احنا باش يوفقوا ما بين الدراسة والرياضة، ما تكونش الرياضة على حساب الدراسة والدراسة على حساب الرياضة، التوفيق ما بين النشاط الرياضي وإذن تحصيل المعرفة والعلم. انا باش يحبسوا ما خلوهمش يحبسوا، نرافقوكم نعطوكم مساعدة مالية باش يسترجعوا التدريب تاعهم للمنافسة. زيارة الوزير بين تدشين بيوت شباب ووقوف لمدى جاهزية المركبات الرياضية والمسابح حملت معها رسالة قوية عنوانها ترقية الرياضة الجزائرية. نداء آخر لكل المستثمرين الخواص باش يرافقوا هذا المسعى في الاستثمار في إطار قطاع الشباب والرياضة، لأنه بالتكامل مع القطاع العمومي بإمكاننا أيضا تغطية بعض المشاريع التي هي مطلب على مستوى بعض البلديات، بالخصوص الشيء اللي شفناه في هذه الولاية أنه لابد تكون فيه مرافقة من أجل جعل الانسجام مبدأ أساسي نعمل عليه. وعلى هامش الزيارة أكد الوزير جاهزية الجزائر لاحتضان ألعاب البحر المتوسط 2019 بوهران على جميع المستويات باعتماد أكبر على الموارد البشرية، وذلك بمنح 400 مليار لتكوين العنصر البشرية، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. في الرياضة أيضا، تأهل المنتخب الوطني كرة القدم إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019، وهذا عقب فوزه على نظيره الطوغولي بنتيجة عريضة 4-1. تداول على تسجيل 4 أهداف كل من رياض محرز مرتين في دقيقة 13 ودقيقة 30، وسجل الطال الهدف الثاني في الدقيقة 28، فيما وقع بنجاح الهدف الرابع في الدقيقة 92. بفضل هذا الفوز عزز الخضر صدارتهم للمجموعة الرابعة بمجموع 10 نقاط متقدمين على البنين ب7 نقاط، بينما تتقاسم الطوغو وغامبيا الصف الثالث ب5 نقاط لكل منتخب. طبعا التفاصيل يحملها لنا موفد التلفزيون الطوغو كريم ميث عثمان بعد دقائق من الآن ضمن الصفحة الرياضية مع محمد شوماني. للتذكير بأبرز العناوين، رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوقع على 5 مراسيم رئاسية تتضمن التصديق على اتفاقيات التعاون مع عدد من البلدان. بمشاركة ممثل رئيس الجمهورية الوزير الأول اختتام أشغال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي بأديس أبيبا. ووزير الخارجية يبرز دور الجزائر في إصلاح مؤسسات الاتحاد الإفريقي.
المشاركون في الندوة الوزارية الثالثة لدول الحوار 5+5 بالجزائر حول المالية والاستثمار يؤكدون أهمية تحسين مناخ الأعمال في الحوض الغربي للبحر المتوسط لاستقطاب أكبر الاستثمارات وتطوير التكنولوجيات المالية. في قطاع النقل الأسطول البحرية تعزز بعشر قاطرات بحرية حديثة دعم للاقتصاد الوطني. وكما تابعتم من صيف وزير التجارة يعلن أن أسواق الجملة للخضر والفواكه ستشكل أرضية للتصدير. دوليا المشاركون في الدورة 43 للندوة الأوروبية للدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي ينددون بسلب الموارد الطبيعية للصحراويين من طرف شركات أوروبية. فريدة بالقسام تعود وتلقاكم في عدد جديد من حوار الساعة هذه الليلة على المباشر. إلى اللقاء.